تحت يا ملعون قد لا تتفك يا ديار قد تحت يا ملعون يا تشعار ويش يا ملعون لا تتفك يا ديار قد تحت يا ملعون لا تتفك يا ديار وانت تحت يا ملعون لا تتفك يا ديار قد تحت يا ملعون من السبع سنين يوسف الشهد المناضلين نخدموا في الكاميون نخرجوا في الاربعه نتاع الصباح على 12 دينار اخواتنا اللي ماتوا في الحادث 12 امراه كيفنا احنا انا راني فلاحه ونخدم في نكهد في التراب والفلاح ذاك واقف عليا على 12 دينار ومعطينا ونجري على الخبز هذيا ومشني قادره باش نجري عليها باش نوصلها وهما ما همش عاطينا حتى اهميه ما همش حاسبيننا احنا نساء احنا الحراير نتاع البلاد راهو احنا نساء المناضليات باش يكون في بالهم احنا عندنا شرفنا وقيمتنا في تونس ما هيش قاعد على كرسي وحتى التليفون على وذنيا باني يا شاد المسحه ونكهد وعارفوا العرق نتاع جبيني شنو ما همش حاسبين هنساء تونس ولا من عامل لها قيمه ولا عملنا احتسابات لا كراني ولا تفادر نتاع كراني نتاع دواب لا شهريات لا حتى شيء ما همش عاطينا حتى اهميه وحتى حاجه احنا نطلبوا من يوسف الشهد بني زحم ما عندناش حاجاتنا بيه ديكاج ما حسناش بيه ديكاج خدمت في الفلاحه وركبت في الكرهبه ذيك وتهرب وخلصت ب 5000 نخرج من 3 نتاع الصباح نروح ل 5 نتاع العشيه فما ناس تخلي في البيبيات في الدار يروحوا تعبين شو صار فيهم شو الدوله ما تكلمتش شو الدوله ما عملت حتى شيء أولادنا انحرقت ماتت علاش ماشيين من تونس علاش راجلي اللي نحكي لك عليه انا راجلي عنده عامين ما عمل حتى شيء حارق يعلم بيا ربي نتلاقى عايشه ب 350 انا 350 تعايش لي زوج صغار وماء وكراء وضو كيفاش نعملوا كي هكا ليش اتكلموا اعملوا حل مغيله ما فيهاش حتى شيء ارض مصيبه كان نشوف الارض موجوده وما فيها حتى شيء لا فيها لا زيتون لا حتى شيء يعطوا لينا في الظلف نغرسوا فيه انا هذا معقول انا هذا عملوا لينا حذير سكتوا فينا بها ما عملت لينا حتى شيء ما عملت لينا حتى شيء زيد ينحوا لينا في نهاراتنا زيد يبدعوا بينا ناس تدور على الرشوه ناس ما شت حتى شيء ما تكلموش ما عملوا حتى شيء وماليه اللي ماتوا وماليه رام اللي ماتوا مشهد ما شفتوش اصلا مشهد ما فماش في فلسطين انا شفت الشيء هذاك في فلسطين شفته في فلسطين المشهد هذاك عملوا لنا حل مغير ما فيها شيء ناس لتو عامل الماء في مسقية تشرب في مسقية ناس لتو تعيش في بيت واحدة عائلات في عائلات بيت واحدة الشعب يريد إصلاح تأمين النار الشعب يريد إصلاح تأمين النار الشعب يريد إصلاح تأمين النار بربي لحنا بالطبع هي ماهيش مسؤوليه الحكومه لان الحكومه قاعده تشكل في حزب غادي لان الحكومه اليوم لا تمثل الشعب التونسي الحكومه هذه لا تشبه للشعب التونسي الحكومه هذه تشبه البنك النقد الدولي تشبه صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الحكومه هذه تشبه المافيا الفساد للاباطره الكبار الفلاح اللي دمروا فيه اليوم خلينا الفلاح جمعتينا التالي الطريق مسكر لهنا علاش يخدم 7000 يدمروا في الفلاح لهنا ويوردوا لان عصابات المافيا هي المسؤوله على التوريد البرا الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط يجينا ويتفقد ايتامنا ويتفقد صغارنا ماناش فرنسا اللي وقت اللي سمع السيد البيجي اللي ماناش فرنسا باش السيد البيجي وقت اللي يسمع بضربه تجينا ولا زينا تموت صغارنا تتيتم بيجي يطل علينا اسعاف الانتخابات سجلوا انتخبونا انسى الزواونا حتى حد ما تلفت لهم حتى حد ما تفكرهم انسينا الزواونا ماتوا مغفصين مخلطين بالدجاج بيقدموا صغارهم اللي بايو مربوط واللي بايو ميت حتى حد ما تلفت لهم وحتى حد ما تفكرهم وهكاكا سي شاهد سي
اليوم وانت عايشين في عقل فيك دوار نخدم الفهم غينا نخدم في السويني نخدم في الشيلي ونختار عايشين في الفخر مش نعفو الدورهم صعام يشو ساشرو يشو تاخبو وين فلوس الدولة اصبا ثامش لكل رجل لكل رجل اخواتي الزوز الدامة لنهار على الدامة لعم اخواتي ماتوا رامي لطيش وسبيلو وثلاثة اخوير شر اصبا ثامش يا بنت كيفاش ما تحسوش بيهم وينك يا الشاهد معلش حسبنا الله ونعم الوكيل يكم يا ربي درينا كراها البحر ونحن نلموا لهم في خماجهم نحن نجروا لهم في الموبالات ما 2011 ونحن ساير فينا المسخ ما 2011 نخدموا 300 كريم منها ونقلوا ولا عايشين منها نخدموا نحن في الفلاحة يقلوا فيها هم فريش يقولوا لهم راح نقلوا بعدالة خبزة ب 200 فرنك ما تعشيش زوز من ناس ونحن ساير فينا أولادنا غرقت في البحر أولادنا ماتت 11 سنة ما شفناش أولادنا ما أولادنا كلتها الغربة نخبوا فلان ونخبوا فلان وين الوزة وين الوزراء وين الناس تتكلم تتكلم تقولنا خلونا شيء خلونا جماعة احنا رجلينا خلونا نساء موتت في السموش والجلطات وفي كل هموم